مرحبا بكم من جديد في موجود سيف العشرة واثنين وثلاثين اثنين وعشرين دقيقة. مرحبا بكل دقيقة يا أختي نعيشوها نستمتع بها تتعدى في الدقائق الواية سحر في عقلهم في عقلهم ولا احنا كل عادة لقيت ذينا مدورة عارفين اخبارهم جديدهم في اسمع وفلت اسمع وفلت اسمع وفلت مش نحكيه على عارضة الأزياء والممثلة عزة سليماني اللي أعلنت على إصابتها فيروس كورونا وحكيت زيادة على تجربتها المرهقة مع الفيروس. قالت في تصريح الإذاعة الإي إف إم إنها مريضة حاليا بالكورونا، أكدت إنه المرض أرهقها برشا خاصة على مستوى التنفس. عبرت زيادة على أن الدم متاحة على خاطرها ما تلقاتش التلقيح في بلاد أجنبية. والله قديش وجعتني الجملة ذي يا فتحي. شنو قالت لك؟ ندمت على الاخر اللي ما تلقيتش التلقيح في بلاد اجنبيه، خاطر برشا ديجا من الفنانين اللي خرج لبرا ومشى لقح، خاطر ثم دول بطبيعه كل الوافدين والا حتى المقيمين ولا حتى اللي يجي سياحه فقط يلقحوا له، مع الدول اللي عندها التلقيح بزايد. احنا اليوم في المشكله هذه، طب اليوم نزيدوا نحكوا على الموضوع هذا علاش هكا. اكدت زيده انه قالت الكورونا راهي لا تستثني لا كبير لا صغير، قالت فضيحه كيفاش البلاد ما جابتش التلقيح لتوا، كيفاش ماهيش موفره الاكسجين، دور الدوله غايب، وعي زيادة الدوله ما نجموش نلوم عليه برشا. اكدت انه المواطن لابد انه يخرج ويوفر قوت صغاره. قال طلع ما عندناش الحق في الحياه في تونس، وحكيت باش نغرقوا في التلقيح هي نكته. هي مش نكتة بركة، مع هذه المضحكات الموكيت فلا احنا كنا نستنى وباش نغرقوا في جوان بالتلقيح. انا كما قلنا غارقين في عروقاتنا في الدار وغارقين في الكوفيد. ما عادش نجموا اليوم نحكيوا على فئات الحقيقة هذا اولى والاخر اولى، مادام اليوم السلالة الجديدة تضرب في كل الفئات العمرية لازمنا نلقاو استراتيجية جديدة ولازمنا نلقاو طريقة جديدة. اليوم راهو ثم ساعات معناها ثم صغار عمرهم 20 سنة 21 سنة يتوفيوا عندهم أمراض مزمنة ولا ما عندهمش حتى اللي لابس عليه قاعد يتوفى، وثم زادة كيف معناها دي جون راهم عندهم أمراض مزمنة والتو نتلقاو التلقيح، خاطر احنا قاعدين نمشيو توا بالفئات العمرية جوستما. المشكلة وين اللي فما سلالات دخلوا جدد لتونس وفما معناها سلالات زادت تطورت القوة متاحهم، وفما الدنيا قامت وقعدت وكلت بعضها والحكاية كلها تبدلت. كانت الأكثرية الأتاك الكبار في العمر طويكة، وقالت الأتاك على بعضه الكبار الصغار نساء الرجال المتوسط اللي عنده أمراض اللي ما عندوش أفر أمراض. أنت كي تشوف هذا كل بعدك تغزر السير التلقيح تلقاه ماشي كما هو كما العادة، معناها ذاك هو ما تبدل شيء فيه حتى شيء. ما حسونيش اللي صارت حالة طوارئ في تونس، فما حاجات لازمها تتبدل نتأقلموا مع التغيرات اللي احنا كيما نقولوا احنا مثلا الترام ماشي على سكة والديستيناسيون اللي ماشي لها الترام مثلا نقولوا هو من 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 آ ماشي لبي، بي هزوه ونقلوه حطوه في بلاصة أخرى والترام باقي ماشي للبي، عرف باقي ماشي يعني على أمل يلقاها البي في عقله، خاطر ما زلت مشكلتنا كلها في الكميه نتاع التلقيح ما زال عندنا ملغزمه. اسمع وفلت ولا شيء اسف والله بالحق ما قديش ما نحبش نقولها الكلمه مخيبه على الاخر، اما الروح مرخصها وليت في تونس مرخصها على الاخر زيدا. وقت اللي نحكيوا على معناها بون مانيش نقارن راه مانيش نقارن، اما كي تلقى بلاد باش تلقى الحيوانات معناها واحنا في تونس العبيد ما لقحتش. هي هذه هي 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 اكيد ثم التقصير معناها ونقص نتاع التحرك على مستوى الدوله وثم الانانيه الانسانيه عامه، معناها الدول اللي احتكرت التلقيح ثم دول راهي شريت قد الشعوب نتاعها مرتين وثلاثه من التلقيح، في المقابل تلقى دول اخرى مازالت ميم با وصلت حتى 10% تلقيح للشعوب نتاعها. لهنا تشوف الانانيه نتاع البشر والانسان ماشي في باله اذا دوله كبيره ومتقدمه وعندها الامكانيات الماديه انها تلقح الشعبها معناها راهي باش تحميه. ما تنجمش تحمي، اليوم الدول مفتوحه على بعضها والعباد قاعده تتحرك والسلالات قاعده تتحور، دونك راهو انك ما عادش تخمم انك تحمي فقط شعبك، لازم تكون ثم عداله في توزيع التلقيح في العالم الكل. معناها كي نحكيوا احنا راهو افريقيا ما زالت اليوم من معناها اقل الشعوب اللي تلقات التلقيح، في المقابل نلقاو في ضفه اخرى
معناها مستوى تلقيح ولا النسبة متاع تلقيح مرتفعة. هذه الأنانية اللي هنا وهالحرب هذه متاع اللقاحات اللي صارت هي اللي عريت اليوم الوضعية واللي عريت الأنانية متاع الشعوب والأنانية متاع الإنسان. ما عادش نغزروا للوباء هذه بطريقة إنسانية وقت ولينا نغزروا تكتيك شكون ياخو أكثر وشكون يشري أكثر وشكون يرحمي روحه قبل حتى في بنات بعضنا راوة نقول لك راسي راسي ولا ترحم من ميت ما عادش يهمني. هذا مش يتجسد في حي كما يتجسد في منطقة كما يتجسد في العالم الكل بين الدول. كل اسمع وفلت. ما زلنا مع فيروس كورونا ونحكي زيادة طوع على الفنان شمس الدين باشا اللي زاد حكي على حالته الصحية. قال انه الموضوع جدي جدا وانه الالم لا تطاق في البدن اضافة انه معناه درجة الحرارة مش قاعدة تطيح. حكي في موزايكا في ام وقال انه كورونا مرض خطير وانه 90% من الكوفيد راهو مورال خاصة كيف تسمع وترى اخبار الموت كل يوم بالفيروس هذا اللي يخليك تدخل في حالة خوف كبير. وقال ما عادش فاهمين كوعنا من بوعنا وشجع على الاقبال على التلقيح. قال حتى هاتوا اي تلقيح شمس الدين باشا قال هاتوا اي تلقيح حتى متاع الجزائر لقحونا وكهو راهو معش فينا معناه جيبوا اي تلقيح هاتوا اي تلقيح متاع اي بلاد انا اللقح. ربي ان شاء الله يشفيه ويقيموا اللباس وتمنيتنا تمنيتنا الشفاء للناس الكل. ولكن انا معناها منذ ايامات شمس الدين باشا هبط زاد تدويننا لين فيها العباد كيفاش تلوم على الفنانين انهم يعملوا الحفلات ويخرجوا ويحيوا المناسبات. هذايا احنا لهنا معناها ريت انت كفنان راهو كنقولوا لك مش نحكي على شمس الدين فقط راهو نحكي على اي فنان اليوم يلوم حتى في وسائل الاعلام يلوموا فينا حتى احنا كيفاش نتكلموا ونقولوا لازم ايقاف الحفلات وايقاف الاعراس على خاطر هما الموسم نتاعهم هذا يضروا. رانا ماناش كنقولوا هكاك ولا المسؤولين معناها في 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 اللجنه العلميه ولا لجنه التلقيح كيقولوا لكم راهو خطير راهو لازمنا ايقاف المناسبات هذه مش راهو مش يضروكم راهو انت بيدك تضر نجم تتعديه في عرس ولا تتعديه في مناسبة معناها راك أنت باش تعرض روحك للخطر وتعرض غيرك للخطر معناها كما شمس الدين كما أي فنان أخرين المدة اللي فاتت الكل يحيو في العروسات وفي الحفلات. تصور روحك أنت تبدأ عندك نهارين ولا ثلاثة مصاب بالكورونا وما عندكش أعراض وما بينش عليك شوف قديش كي تحضر عرس قديش نجم تعدي من شخص. ريت لهنا ما نحبش معناها هي جات الفرصة هذه باش حكينا على خاطر أصاب بالكورونا لأنه لام منذ مدة على كيفاش نحكيه هكا وكيفاش نقوله العباد راهي لمصلحة الجميع راهو اليوم نعرفه باش نضره ماديا برش عباد باش تضر ماديا ولكن صحتك قبل كل شيء. يا ولادي راهو اليوم العروسات والمناسبات والحفلات راهي ولات بؤرة أيوة. راهي ولات شيء مخيف هاك شفت مبكر نتفرجوا على الفيديوهات أيوة. عباد ما على بالهاش معناها تشطح وتجمعات وكأن الكورونا إشاعة في تونس. أيوة. اسمع وفلت. مش نختموا بالنجمة دينا شربيني واللي جات في قائمة إيرادات السينما المصرية الأخرانية آخر واحدة جات في قاعة الليستة في قائمة هما خطر غادي كيمشيو يسر بقائمة الإيرادات وشكون أنا والفيلم اللي دخل أكثر في السينما ولا هو ذاك المفروض أنه المقياس صحيح المقياس كان نجاح الشعب. جي دينا شربيني هي آخر واحدة بعد ما حقق فيلمها اللي اسمه ثانية واحدة 566 جنيه فقط من أصل 1,525,000 جنيه وهي إجمالي إيرادات الأفلام المصرية في مصر في النهار الواحد معني في النهار الواحد هو النورمال اللي تعرضوا في السينما دخلوا 1,525,000 جنيه هي الفيلم متاحة دخل 566 جنيه أكهو وبالك على خاطر الكورونا معناها النقص ليه الاخري دخل للسينمات معبين كلهم الفيلم نتاعها ما دخلوا حتى حد فهمت وبون ما نعرفش علاش ولا الفيلم نتاعها بيان سور مادام ما دخلوا حتى حد سيكم بارابور الافلام اللي قاعدين يتعرضوا معناها وقتها كانوا متيرز رفيعه واش نعطيك ال معناها المثال نتاع الفيلم مش انا نتاع تامر حسني اللي هو كان اكثر واحد دخلوا له الناس كل معناها فهمت الفازة؟ اي لا فهمت علاش دينا الشربيني بالذات ما نعرفش عليه ليه هما هاكم في جرت بعضهم يا اخي هي اقل فيلم وهو ولا اول فيلم
مرشح المغادرة قاعة السينما الجمعة هذه، دونك ما عادش يكون موجود، لكن دينا كانت أذكى منهم برشا وسبقت وطرحت فيلمها جديد اللي اسمه البعض لا يذهب للمأزون مرتين، ودخلت به هو للسباق متاع الصالات السينما. دونك عرفت اللي عندها فيلم باش يخرج، دخلت بفيلم آخر في السباق متاعهم، والبطولة باش تكون الكريم عبد العزيز. ونعرفوا زيدا اللي إيرادات السينما المصرية تأثرت برشا بال مش بفيروس كورونا، أما بالموجة الحارة اللي قاعدة تصير في مصر. عندهم شهيلي من طراز رفيع، حتى احنا نعانيو فيها، احنا في شهيليات الكل، احنا توت اوبسيون. ودونك الايرادات الكل مشيت الفيلم مش انا للنجم تامر حسني اللي حقق، معناها شوف انت فتحيه، هما الكل في الكل الايرادات الكل في الكل 1,500,000 جنيه، فيلم تامر حسني قداش يحقق؟ 1,300,000 جنيه، وانا ما خلى حتى شيء للاخرين. وهكا كما قلت لكم يكون هو اول فيلم منذ عنده قد ايه قال لك ما عشناش الايرادات هذوما اللي دخلت في السينما المصريه مع فيلم تامر حسني. هذه هي اسمع وفلت، اسمع وفلت حتى من الجنجل دخل بعضه مسكين ولا موزيكا راجعين.